مرحبا بكم أصدقائي طلبة مدارس المتميزين للصف الثاني المتوسط، أقدم لكم درس رياضيات جديد عن الموضوع الثاني في الفصل الخامس الكورس الثاني لمادة الرياضيات اللي هو Conjoints of a Triangle أو تطابق المثلثات. إذا أردتوا تعرفون هذا الموضوع لازم تعرفون هذه القواعد الثلاثة اللي تبين لكم انه هذا المثلث هو متطابق مع المثلث الاخر. اذا تحققت واحدة من هذه الشروط فالمثلث متطابق مع المثلث الاخر. First state او الحالة الاولى، side ضلع ضلع ضلع، يعني الاضلاع كلها متساوية، نمثلها S. Conjoints of three sides اللي هي تطابق المثلث بثلاثة أضلاع. نأتي إلى حل المثال الأول اللي يتكلم عن هذه الخاصية أو الحالة. أي المستقيم أي بي يطابقن المستقيم أي بي فتحة. المستقيم أي بي مثل ما تلاحظون هنا يطابقن المستقيم أي بي فتحة اللي قياسهم اثنيناتهم 7 سنتيمتر. المستقيم بي سي يطابقن المستقيم بي سي فتحة. المستقيم بي سي يطابقن المستقيم بي سي فتحة اللي قياسهم بي سي فتحة اللي قياسهم 5 سنتيمتر. وعندك المستقيم AC يساوينا أو يطابقنا المستقيم AC فتحة. المستقيم AC يطابقنا المستقيم AC فتحة اللي اثنيناتهم قياسهم 8 سنتيمتر. عندك ملاحظتين مهمة. أول شيء إذا أعطاك بالسؤال ما أعطاك أي زاوية، ما أعطاك أي زاوية، فقط أعطاك إما قياس أعطاك قياس الضلع أو هذا الخط الصغير اللي هنا أو دائرة أو نقطة، فلازم تعرف أن المثلث بالأخير من تكمل حل لازم يتساوى عندك بطريقة السايد سايد سايد أو الأس أس أس. وثاني شيء هذه العلامة كلش مهمة اللي هي دلالة على تطابق المثلثات، إذا ما تكتبها يحسب لك غلط. عندك الحالة الثانية لتطابق المثلثات Second state conjoints of two side and angle اللي هي تطابق المثلث مع ضلعين وزاوية اللي هي side angle side ضلع زاوية ضلع SAS اللي هي ان برموز SAS من تجيك في الامتحان ما راح تكتب conjoints ما راح تكتب side angle side راح تكتب SAS. نأتي على حل الاكزامبل الثاني اللي هو يتكلم عن هذه الخاصية والحالة، انه عندك المستقيم AB يطابقن المستقيم AB فتحة اللي هي مستقيم AB يطابق لك المستقيم AB فتحة. مثل ما تلاحظون هنا تكلمت بالسابق انه ما يمكن يعطيكم قياس، يعطيكم فقط هذا الخط الصغير هنا، هذه دلالة على انه المستقيم في هذا الشكل يطابق المستقيم في الشكل المجاور، وأن المستقيم BC يطابقن المستقيم BC فتحة. وعندك أيضا مثل ما قلت لكم سابقا يعطيكم زاوية حتى مو إلا يعطيكم قياسه، لأن بالعديد من الأسئلة القادمة راح يطلب من عندكم قياس هذه الزاوية. فالزاوية ABC الزاوية ABC ودائما الرقم اللي الرمز اللي بالنص، يعني هسه رمز مثلا البي هو بالنص ABC بالنص نص الاي والسي، يا اما الرمز بالاخير يرمز لك للزاوية اللي تريد تتحدث عنها. يعني مثلا اذا قلت BAC الزاوية اللي تتحدث قاعد تتحدث عنها هي الزاوية اي، إذا قلت B C A الزاوية تتحدث عنها C، إحنا جاي نتحدث هسه عن الزاوية B اللي قياسها 65 درجة تتساوانا مع الزاوية A فتحة B فتحة C فتحة A فتحة B فتحة C فتحة اللي قياسهم اثنيناتهم 65 درجة. بعدين تقول this triangle is conjoints of two sides and angle S A S.
نأتي على الحالة الثالثة conjoints of two angle and side اللي هي تطابق المثلث بزاويتين وضلع واحد اللي هي angle side angle زاوية ضلع زاوية اي اس اي بالرموز. نأتي على حل الاكزامبل الثالث اللي يتحدث عن هذه الحالة اللي هي الزاوية بي اي سي تطابق لنا الزاوية بي اي فتحة بي اي سي فتحة بي اي سي الزاوية بي اي سي اللي هي قياسها 50 درجة تطابق لنا الزاوية بي اي سي اللي فتحة اللي قياسها ايضا 50 درجة ودائما بهاي الحالة يعطيك زاويتين وخط واحد على احد الاضلاع فتعرف انه بالاخير من تكمل حل راح يكون عندك انجل سايد انجل اللي هو الحل الصحيح. عندك الزاوية اي سي تطابق لنا الزاوية اي سي بي فتحة الزاوية اي سي بي تطابق لنا الزاوية اي فتحة سي فتحة بي فتحة اللي قياسها 80 درجة. عندك المستقيم اي سي يطابق لنا المستقيم اي سي فتحة اللي هي هاي اللي تحدثت عنها اللي هو السايد اللي صار عندكم اللي هو جايبكم خط عليه يبين لكم انه السايد اي سي يطابق لنا السايد اي سي فتحة. فبعد يمين نقول this triangle is conjoints of ASA اللي هو angle side angle زاوية ضلع زاوية. انتظروني أعزائي الطلبة في فيديو قادم أشرح لكم بالتمارين المهمة عن هذا الموضوع.